لكن ماما زهرة ولكن اش هاد الهضره معلوم زوين بزاف شوفي اش جبتي شنو جبتي حلي وشوفي وليد جبتي البوم لولدنا هذا ديك تاع اليوميات وفي نفس الوقت البوم غادي نكتبوا فيه مراحل النمو ديال ولدنا نهار بنهار حتى يكبروا ذاكرة وغادي تكون احسن هديه نعطيوها له ايوا يلا اجي نكتبوا عندك كتير مزيان يلا نبداو دابا ايوا بدا انت الاول ما يمكنش عطيني يدك حنا غادي نكتبوا في هذا الدفتر اي حاجه بغينا بزوج بينا واخا كيف ما اتفقنا نعيشوا جميع لحظات حياتنا بزوج بينا واخا اذا شنو غنكتبوا جميلنا الحبيب جميلنا جميلنا هتشغل في الأسلاك أما الواقع حاجة أخرى سميتك لا 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 حسين سميت باك لحسين سميت فمك حسنية عندك شي ولاد جوج محسن وحسنة وفين كتسكن الحي الحسني فين كنتي يوم الجريمة جريمة تكلم لامك فين كنتي يوم الواقعة كنت نحسن قلت لك فين كنت عند الحلاق كيفاش عند الحجام عند الحسان وشنو كنتي كدير عند الحجام كنت نحسن واش غنكون كندير عند الحجام وعلاش داك النهار بالضبط كنتي كتحسن كنت كنحسن باش نتبسم تبسم مزيان حنا اليوم غادي نحسنوا لبوك بلا ما انا محسن والله حتى محسن جاوبوا بلا كذوب علاش كنتي كتحسن كنت مغوفل ها مغوفل مغوفل مزيان مغوفل شويه ولا بزاف صراحه كنت مغوفل مزيان ها انت كتعترف كنتي مغوفل مزيان 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 وما لقيتي على من مغوفل الشماته غير على العيالات غير على مراتك الكل لكن راه جاوب بلا كذوب علاش كنتي كتعنف مراتك ورا كنت نعلفها وتنكسيها ونصبطها ياك سيدي كنتي كتصبطها كنت كنت كتعترف مرة أخرى أنا كنت كنتهلط فيها وكاع عاود عليك تهلط فيها سولناك علاش كنتي كتضربها علاش كنتي كتعنفها ورا ما كنتش كنضربها راه الباطل خايب علاش كتكذب مرة وصافي ماشي ديما انت بغيتي ديما تضربها ياك لا نعمس ولكن راه تدير لي قال لها راسها ما كتسمعش الهضره كيف ما قلت لك داكشي اللي كنقول لها ما كديروش كدير لي قال لها راسها بغيتيها دير لي فراسك انت لا نعمس ولكن انا شنو انت راني راجل Thank you.
اجي انت تما اش عندك دوي قولي اش عندك عندي حرقه حقره نخصه بغيت نتكلم ويتسمع صوتي غير مره نحكي حتى انا على قصتي المره تقلب الولاد وما عندي وسال خايف على خيمتي تطيح علي وما يكون حد بيعيد عييت ومليت من العصا صباح وعشيه كتعدى عليا هاي 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 على ما كاين قانون ونسي علاش السؤال دابا عاد خرجتي علاش عاد هضرتي كيتك خرجي دوي كنت خايفه كنت كنقول شي نهاري يتبدل من ملي حتى هو انسان ولكن جبان 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 كلوبان كنت كنقول شي نهار يتعقل ما كاين باس خايفه من طلاق الناس والمجتمع اللي كيخلع خايفه على حسني ومحسن يتشردوا يبقاو بلا والدين وما خفتيش يا مسخوط الوالدين يسمحوا من نوارتين العنف والعقد وقلة الدين من الوالدين وبركة بركة من القص والقص قص يقص من القصاصة والقصة فيها قص الشعر في المقص وفيه القص المكلة ايوا بركة من القص بركة من القص